السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة لمونة لايف. اليوم غنقدم لكم حرشة ديال الدار معمرة بفخوماج وجبلي او جبن اللي كان عندكم بلدي. المهم هنا انا الطاجين ديالي كيهز نص كيلو ديال السميدة. كندير انا هنا السميدة الرقيقة، كندير شوية الملحة، كندير فاني. هنا انا ما كنخلطش بالزيت، كنخلط بالزبدة مدوبة شي جوج معالق كبار مزيان كيف غيبان لكم في الفيديو. هنا غير كنرملها شويه، ما كيكونش بزاف الزيت او الزبده بزاف حتى كتزيت، يعني غير واحد القياس. بالنسبه لنص كيلو انا درت جوج معالق كبار ديال الزبده. كنرملها بيدي، من بعد عاد كنزيد الخماره. كنقص واحد شويه باش نغطي الحريشه منين نخبزها، باش كنغطيها. عاد كنزيد الخماره كيف قلت لكم وندير الماء. ما كاينش شي حد ما كيعرفش الحرشه المغربيه، ضروري في كل دار تبارك الله المره راه كتعرفها. غير انا هنا كيفاش تجمع او كيفاش تقلب، كاين المبتدئات اللي ما كيعرفوش، بغيت نشارك معاهم هذا الفيديو هذا باش يشوفوا، واللي كيعرف تبارك الله عليه. هنا من بعد ملي كنزيد الماء كيف غايبان ليكم، غير غادي نجمع بصبعاني، ما غاديش نبقى نخبز فيها، يعني غير كنجمع باش الماء يدخلها كامله. كيف كتشوفوا، وحتى اللي فاتلو فيها الماء مثلا يخليها شويه، كيخليها يغطيها على جنب ويخليها حتى كتشرب الماء ديالها، ما عنده مناش يخاف. نخليها غير واحد شويه ما كملاش 3 دقائق. هنا ابخي كناخدها، كناخد الطاجين ديالي. هنا باش نسهل عليكم كناخد ميكا، حيت تكون خديت بابي سولفوريزي او سولفوريزي او شي حاجه غيتجمع ليا. ناخد ميكا عاديه اللي كنديرو للفريكو تكون نقيه، كنحلها وغادي ناخد النص ديال العجينه نطلقها مزيان كيف غايبان لكم. راه بالنسبه لي ما كانتش معمره ممكن ديروا هذه القضيه، هذه تخبزوها كامله وتقلبوها باش ديروها في الطاجين وتجيكم سهله. ما هنا حيت معمره اكثر، حيت كاين اللي ما غيعرفش كيفاش يدير يعمرها، بالنسبه لي اللي ما عارفش. هنا من بعد ما كنخبزها ونقادها غنحيدها ونحطها في شي بلاطو او غطار على قد الطوره، واخا يكون حتى كبير ماشي مشكل، ونخليها في الجنب ونجي نطلق عاود الثانيه. هاد الطريقه غتسهل عليكم بزاف وتشجعكم انكم ديروا الحرشه، حيت الاغلبيه اللي كيعرفها معمرها ما كيعرفش كيفاش يسد من الفوق.
بعد كنجيبو الاولى كنرش الوجه ديالها بالسميده اللي احتفظت بها في الاول كيف غيبان لكم، باش منين نقلبها في الطاجين تسهل عليا. كيف غيبان لكم هنا، ونردها للطاجين ديالي. انا الطاجين هنا كنطيب في الطاجين ديالي بارد، ما كنسخنوش، ولكن كل واحد وشنو متعود في الطاجين ديالو. صافي نرد الاولى كيف باين في الفيديو في الطاجين، باش يجي داك الوجه اللي مرمل هو التحتاني. ودابا ندوزو للتعمار. انا غنخدم جبلي، كل واحد وشنو كيبغي. غنسرحو على الطبقة الأولى كامل كيف كيبان ليكم. غتجربوها غتعجبكم إن شاء الله، وغتبقاوش تخطروها في الكوتي أو في الفطور، على حسب، كتجي زوينة. مكاينش اللي كيدوقها ومكتعجبوش. الحرشة اصلا عندنا شي حاجه ضروريه ديما في البيت المغربي، هي المسمنات. ضروري ما كيكونوا على الطبله ديالنا. بعد ما كنسرحوا الجبن كيف كيبان، كندير الفخوماج. انا كل ما عمرتيها كل ما كتجي لذيذة. ماما ملي كدير حريشه صغيره ممكن تحكم فيها، معمره حلها ساهل سورتو بالقواعد اللي دياولها، مي كبيره شويه كتجي ما كتقدش تحكم فيها. هنا كنجيب داك الثانيه وكنقلبها عليها غير بيدي، ما معايا حتى شي حد، يعني ماشي ضروري تسايني شي حد اللي يعاونك او يشد معاك. وما عندكم مناش تخافوا، واخا ضيع لكم شي جهه او شي حاجه، بقاو تقادوا العجينه غير بشويه بشويه حتى كتقادت. يعني واخا العجينه تقطع لكم او شي حاجه ما تبهتكمش، غير عطيها الخاطر وقاديها. كنبقاو نقرصو حتى كتقاد مزيان الفوق مع التحت. كنجيو داك الترميله اللي خلينا خلاص كنغطيو بها الوجه،
انا بالنسبه لي دي كتغطي كاع العيوب اللي فوق الحرشه، تقرص ولا اي حاجه. كيف كتشوفوا غتجي مقاده، انا كتخليو شي 3 د المعالق، هما اللي كتحتفظوا بيهم باش كتغطيو. من بعد كنقاد جنب معلقة باش تجيني محرفة، باش كتجي مجموعة وملمطة مزيان كيف كنقولوا. كنفسها من الوسط كيف غيبان لكم في الفيديو، باش واخا تلقى منين تخرج النفس. هنا سمحوا لي تقطع ليا داك المقطع ديال انني قلبتها المره الاولى. المهم ما كتقلبوهاش حتى كتحسوا بها، كتحركوا الطاجين وكتمشيو تجي. الا ما تحركات لكمش الطاجين ما تقيسوش، لان غتكون مازال ما طايباش وغتمشيو تصبغيو وتفورسيو عليها وتصدق مهرسه لكم. المهم بعد ما قلبناها هنايا كتقلبوها في نفس الغطار او الصينيه اللي على قدها او هذاك اللي كان نطرحوا به الخبز، ونقلبوها على الجهه الاخرى حتى كطيب كتحمر كيف كتشوفوا. هنا غادي نقسمها باش نوريكم كيفاش جات من الداخل. حطوها على شي منديل او شي حاجه باش ما السخونيه ديالها ما ترجعش عليها كتفزك من التحت خلاص، وباش ني تحت تبقى رطبه ملي تغطيوها شويه كتبقى رطبه. هي من الداخل كيفاش جات عامره جبن وفروماج كيف كيبان لكم، كتجي زوينه ما تبقاوش تستغناو عليها، غتبقى تعجبكم الحرشه معمره اكثر من اللي غديروها خاويه. ما تحتاجوا تحطوا معايا لا حطيتوا كاع غير عسيله، ما كاين لا فروماج لا جبن. المهم تمنى يعجبكم لا فيديو، مرحبا بكم في فيديو جاي على القناه ان شاء الله. وشكرا لكم، سلام عليكم.